صباح الخير عليكم مشاهدينا. ودلوقتي تعالوا قبل ما ننزل بقى ونتحرك نروح أشغالنا والطلبة تروح مدارسهم، نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة في مصر. خلونا نبتدي من شارع صلاح سالم وهنفضل ماشيين فيه لحد ما نوصل لكوبري السيدة عائشة، وهنلاقي هناك كثافات نسبية بسيطة ومش مأثرة أبدا على حركة المرور لحد دلوقتي. وهنكمل مع حضراتكم لحد كوبري الإباجية، طريق النصر هناك في سيولة مرورية كبيرة، وخلونا على اليمين على شارع السلام ولحد مسجد النعام، هنلاقي هناك برضو كثافات مرورية نسبية بتقل لحد ما نوصل لحد شارع طيران ومحور جيهان. لو رحنا لباب الشعرية هناك في كثافات نسبية بتبتدي من الميدان مرورا بشارع بورسعيد، وهنفضل ماشيين لحد ما نلاقي تقاطع رمسيس، وهناك في كثافات مروريه كبيره قوي. لو مشينا في شارع رمسيس كمان هنلاقي الكثافات مستمره ومكمله لحد محطه الاسعاف. في الجيزه وتحديدا في شارع فيصل في هناك كثافات مروريه بتبتدي من المريوطيه وواصله ومكمله لحد كوبري فيصل. بالنسبه لشارع الهرم برضو بيشهد كثافات مروريه او بعض الكثافات المروريه اللي بتبتدي من عند مستشفى الهرم، وبعد شويه هنلاقي ان الكثافات بدات تقل تدريجيا لحد ما نوصل في السيوله المروريه بعد كده في الطرق المختلفه بشكل كويس. شارع ترسا بيبتدي فيه سيولة مرورية متحركة لحد ما بتظهر بعض الكثافات المتقطعة، وبنفضل ماشيين لحد ما نوصل لشارع خاتم المرسلين، وهنلاقي هناك برضو بعض الكثافات المرورية البسيطة واللي بتبتدي تزيد مع آخر الطريق هناك. نروح بقى لمحافظة سوهاج واللي هنبتدي فيها من شارع كورنيش النيل اللي بيشهد سيولة مرورية، وهنفضل مكملين لحد ما ندخل شارع الجواويش اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية البسيطة، ولسه مكملين لحد الطريق ما نوصل بيه للطريق أخميم جرجة واللي بيشهد هناك سيولة مرورية. وعند محطة قطار سوهاج هناك بعض الكثافات النسبية البسيطة ما بتأثرش كتير على حركة المرور. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، وبالتحديد من الطريق الدائري هناك بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية لحد ما بنوصل للميدان ميدان أحمد جولي، وهناك بتظهر بعض الكثافات المرورية اللي بتكون غير مؤثرة. بعدها هنروح لشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق، وهو كمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة جدا جدا هناك. كده جولتنا المرورية خلصت، ونرجع تاني لمنى وشاذلي نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي لمي.